الولاد بتروحوا يلعبوا فيه على السيل جوا، وهذيك نار وقعوا منها بلاد عام وقعوا فيه تطلع لهم بالسيل. سلطة المياه يفترض أن تكون حسمت الموضوع مع الإسرائيليين، لهذا موقف ثابت، لا يمكن ربط المستوطنات على مشاريع فلسطينية. هاي مسؤوليتهم هم أن يتواصلوا مع الجانب الإسرائيلي لفصل مياه المستوطنات عن شبكة الصرف الصحي الخاصة في بلدية الخليل. تأجيلها هنا يجب أن يتوقف عليها كافة المؤسسات الفلسطينية حول هذا القضاء. المهم هو إعطاء المستوطنات شرعية بشبكها على شبكات الفلسطينيين.